برنامج المزيونة خلال 25 عام حقق الكثير من الإنجازات وحقق النجاح تلو الآخر في خلال أكثر من 25 سنة، حقق طموح الكثير من زبائننا الكرام خلال السنوات الماضية. تميز البرنامج بالشفافية وبالوضوح وبالبساطة مما ساهم في نجاح البرنامج خلال السنوات الماضية. البرنامج هذا العام حافظ على أساسيات البرنامج كوضوح وكشفافية، وأيضا على الركائز الأساسية من جوائز شهرية، ولكن أيضا تمت إضافة بعض الأفكار الجديدة، طبعا هذه بناء على اقتراحات الزبائن ومع مقترحاتهم. في هذا العام خصصنا أكثر من 10 مليون ريال عماني هذا العام، وأيضا هناك سيزيد عدد الفائزين في عام 2019 عن العام الماضي بنسبة 30%، تقريبا سيوصل عدد الفائزين إلى 4400 وأكثر.